بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى معالي السيده فوزيه زينل بمناسبه انتخابها رئيسا لمجلس النواب خلال الجلسه الاجرائيه للمجلس في مستهل دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الخامس حيث اعرب سموه عن خالص تهانيه لمعاليها وتمنياته لها بالتوفيق والنجاح في هذه المهمه الوطنيه. التي تسجل اليوم تاريخا مهما في مسار السلطه التشريعيه، بتقلد اول امراه بحرينيه منصب رئيس مجلس النواب بشكل خاص وانجاز للمراه البحرينيه بشكل عام، لتضاف الى الانجازات الكثيره التي تحققت للمراه في مملكه البحرين عبر مسارات حفلت بعطائها، واليوم نفخر ونعتز في هذه المسيره التنمويه الشامله، بقياده حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه. ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بما تحققه من رياده وكفاءه في قطاعات شتى. كما هنأ اسمه سعادة السيد عبد النبي سلمان النائب الاول لرئيس مجلس النواب وسعادة السيد علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب متمنيا لهما كل التوفيق والسداد.